قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فهل الرقة من صفات الله أو أسمائه؟ وما هو تعليقكم؟ نعم، الرقة بالنسبة لأسماء الله ما هي مثل الرقة بالنسبة لأسماء المخلوقين. رقة معناها العطف والرحمة من الله عز وجل واللطف بعباده، فهي رقة تليق به سبحانه وتعالى، لطف ورحمة وإحسان إلى عباده.